هنروح لدوري السيدات للكره الطائره، كان عندهم مباراه مهمه مع الشمس، وما ادراك ما الشمس، وانتهت طبعا بالفوز 3-1. الشمس طبعا ليه تاريخ معانا كبير، وهو يعتبر اقوى الفرق في القاهره معانا، مع احترامنا ما افتكرش ممكن وادي دجله، يعني ممكن يكون معانا وادي دجله، ممكن يكون معانا انديه كويسه، ولكن طبعا كل الاحترام، ولكن اقوى الفرق اللي موجوده في القاهره بتبقى نادي الشمس. المباراه كانت مهمه جدا، فوزنا 3-1. هستعرض مع حضراتكم النتائج يعني عشان تعرفوا الماتش كان ماشي ازاي. الماتش خلص 25-21 الشوط الاول، 25-15 لينا الشوط الثاني، الثالث لم نوفق فيه 22-25، وفزنا بالرابع 25-20. ده اول ماتش نلعبه وتوصل نتائج كده تبقى في العشرينات. الثلاث ماتشات اللي فاتوا اصحاب الجياد وادي دجله وديلفي كلهم كنا يعني بنفرق 3-0 ويعني بنعدي. طبعا دي اللاعيبه اللي هتكون معانا النهارده اللي ايوه هي دي تيتيانا بوكان، تيتيانا بوكان. طيب الماتش ده، اما ماتش اول ماتش فكان تم تاجيله لو تفتكروا، كان بسبب مشاركات لاعبات من نادي الصيد في بطوله العالم للكره الطائره الشاطئيه تحت 21. فريقنا هيلعب الماتش اللي جاي بكره باذن الله مع نادي وادي دجله على صاله الشهداء الساعه 4. بكره الماتش على صاله الشهداء. كل التوفيق طبعا لفرقتنا باذن الرحمن في المباريات القادمه. الفريق ماشي بشكل جيد، طبعا المنافس التقليدي هو نادي الزمالك، يعني مع احترامنا لكل الفرق. البلاي اوف يعني احنا نقعد نلعب ونتصاعر ونطلع ونطلع تصاعدي لغايه ما نوصل للبلاي اوف، وهو ده اللي هيكون طبعا قمه المستوى.